رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، فتحت البوابات واندفعت فئة المستورد عمر 3 سنوات فأكثر التي لم تربح والتي ربحت إلى 3 سباقات في شوط الخامس من علامة 1800 متر على بركة الله تعالى. الانقضاض على الصدارة في هذه اللحظات تشاهده لساوند بار كما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام. ومن الخارج رقم 8 لوس بودي أيضا يحاول أن يتقدم في هذه اللحظة في مقدمة الجهاد 13، كذلك الكشندي المحاولات في هذه اللحظة للتقدم، كذلك أنظم لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز في المركز الثالث، فيما الصدارة الآن لرقم 8 لوس بودي، وكذلك رقم 19 في المركز الثاني ساوند بار أنظم أيضا في المركز الثالث. الدخول الآن نشاهده على ما يبدو لرقم 10 أساس في محاولة للتقدم في هذه اللحظات مع الاقتراب للمستورد من بعضها البعض في هذه اللحظات. الانقضاض على الصدارة، المحافظة على الصدارة للوس بودي، الانقضاض في هذه اللحظات تشاهده لرقم 11 كوانتوم فيلدز أيضا، وكذلك 19 ساوند بار في المركز الثاني. هنا أيضا رقم 20 في هذه اللحظات في محاولة للتقدم في هذا الشوط مشاهدين الكرام. المنعطف في الأخير بداية الخط المستقيم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. الانقضاض على الصدارة لتسعة 19 ساوند بار في هذه اللحظة مع محاولات تشاهدها الآن للوحش في محاولة للتقدم في هذا الشوط مشاهدين الكرام، مع محاولات لسيبيو في هذه اللحظة. الانقضاض على الصدارة، المحافظة لساوند بار الآن في المركز الأول بكل قوة، فيما المحاولات لسيبيو ساوند بار ما شاء الله تبارك الله في المركز الأول بكل قوة، ورقم 5 سيبيو في المركز الثاني والمركز الثالث.